عندك اليوم عيني يا ربي وشهدانا عندك اليوم همزك الباب تلقانا عندك اليوم فاضحتي وناخد ورقي عندك اليوم ونحي أمانة اللي في عنقي عندك اليوم يغمسني ويقول هاتني يا ميلو هاتني جمع بيا وصوتني ما حد اسمي انه موجود هاتني بس قالي المجاج تندق الحقوق طلعت انا الفوق عندك يا ميلو شتي هاد الفيلم فاش كتعيش انت شتم راه ديال الحاج سليمان الله يرحمه والحاج سليمان راه باك يا ودي شكون اللي قال لنا عارف الله يرحمه كان بحال الوالد راه ديال باك انت راك ولدو من صلبو فهمتي ولا ما فهمتيش انو بشويه ما تقاطعنيش خليني غير نفسر لك سير نفسر لك ما تيحلو ولا شي حاجه بشو قاعد شو وقع سير استاذ ما عطيتش بديتي تدخل قلت لك ما تقاطعنيش وتصنت باغي نفسر لك سعيد وفوزية خوتك ومعهم الهاشمي شكون هذا الهاشمي تاني سعيد وفوزية كنعرفهم ولاد الحاج ولاد الهاشمي شكون الهاشمي انا غادي نوريه لك شكون هو ها هو هاد صورته هذا راه حتى هو خوك شقيقك هذا الهاشمي خويا ويا وشوف الشبه اللي بينك وبينه شوف ها هذا سيدي هاد الهاشمي راه مشى هجر في الوقت ديال الحياة تباك ما طلعت أخبار ما تلينا عرفناه واشنا هو فوق الأرض ولا تحت الأرض باك قبل ما يموت كلفني أنا نكون وكيل على الأملاك ديالو دابا أنا ما يمكن لي ندير حتى شي حاجة حتى يبان هاد الهاشمي واش تا أستاذ ما تيحس براسك شوية ماشي جيتي على رجلك ولا الشمس ولا شي حاجة واش تا فاهم اش تنقول لك واش تا رانا كندوي معاك بالمعقول كذا خويا باك راه مكلني هاد خوك هذا راه غايب قلت لك وباك مكلني على الاملاك ديالو دابا سعيد وفوزيه ما يمكن ليهم يديروا والو وانا ما يمكن ليش نفرق الورد ما يمكن ليش حتى يبان هذا اللي غايب وزيدون باك راه داوي مع هاد الهاشمي قال لي عليك قال ليه باللي انت والدك باك مع مراه اخرى واش فهمتي دابا هادو خوتك دابا بشويه بشويه راه انت مسافري انت السلاح حتى شي حاجه ما بقات خدامه عندي دابا انا طفيت كلي تبع معايا تبع معايا يلاه تبع معايا تبع معايا مزيان هادشي اللي كتقول فيه راه سيكزيست جامي دابا هاد الهاشمي عنده واحد الوثيقه كتاكد باللي انت خوه شقيقه الهاشمي هذا اييه عنده ورقه ديالي وييه دابا دابا غايب خاصو دابا يرجع كان يخليها حيت هو اللي غادي يشهد باللي انت هو خو سعيد وفوزيه كضحك في التصويره شوف زيتي ورقية وزيتي دابا انايا انا قلت لك الهضره وانت انا غادي نديك معايا للدار البيضاء لاش نديك للمدينه غادي نخدمك عساس في العماره ديال باك تابعني انا استاذ المطي نخدم عساس في الموبيل ديال الوالد تخدم عساس وتشد فمك علامات الساعه مدوي شد فمك ما تدوي مع حد ما تكلم مع حد انا في جلبك حاضك اللي خاصك دوي معايا انا واش انا اللي خليني ما نقولش الحقيقه ما تقولش الحقيقه لان خصنا حتى يبان الهاشمي وفهمتي راه الا مشيتي حتى تفلتي شي حاجه عودني منك وإلا دويت كل حاجه تجي فوقتها تجي فوقتها فهمتي تجي فوقتها اسمع لي اش نقول لك يا اللي قلت لك سامي تجي فوقتها قلت لك كلام خاسر ميلود راه الا بان الهاشمي وتحل لك المشكل راه غادي يكون عندك شان واش من شان ميلود شان يا تاني باش كداوى باش كدف تعالوا وردني سبحان الله قلت لك فرق الحلاوه فرق الحلاوه ورجع كمل لا باين باين انا غندير العين باين باين شتي انا الاخر ليا هو التم الاخر ليا شتي الهاشمي لقى وانت محان تلافت وتفاقي لقاك انا عاود ليا واش فايتك نوطير ولا فايتك عريفيه شتك حافظ المدينه شو واقع واسكت ما وصلتني تتسخسخت انت ها
ها العمارة ديال باك غادي نخدمك فيها كونسيرج وعساس، ولكن شد فمك شد فمك هميلود، ما تخرج حتى كلمة على فمك، حيت راه ماشي وقتها ماشي وقتها. صافي عرفت ماشي وقتها. يلا 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 نوري لك بيتك. فين خليني نتفجج في الموبل ديال الوالد؟ صافي عسير. ترى إلا قابلتك هنايا غادي نقابل شغل، ملي تسالي خلط عليا الفوق. خليني نتفجج وداخلي عاود هكا الموبل. يا وليدي هذا ما غيكونوا بنين وعجابون، ما حنا وليدي والنامس ابنينا قنطرجة البرد الذهب، بقينا بلاش حنيني بقينا بلاش هك هك علمو في الكرة القيصرية الفوق والباركينج الفوق والقهاوي الفوق. يا الله يحفظي لما كانت عندهم تغويلة الفوق ديري لهم غويلة امبورتي. انا ليكم اما للموبل، انا غنبدل السيستم. هكا وليدي كي داير الخبشة فاتي في العولة، قالوا ولاتي من نوبة قالوا ولاتي من نوبة. هكا وليدي علمو بالأميلود مشخلة. ها وليدي الهاشمي أنا نتسنى فيك تجي، أنا هنا أنا حادي الموبل ديال بوانا بما جيتي. كان بغي ندوي ولكن خلال الأستاذ المعطي ماشي وقتها، رانا نتسنى فيك. أنا سيربيس في الموبل، هذا الموبل اللي طحنا فيه خلى الله وداستي الهاشمي، ما كاين اللي نزلك براد، ما اللي كيهبطش فينجات، ما كاين اللي هبط مسمنات، كل واحد ساد عليه ما حاله، تقول الموبل كله رشيرشي. هي وما تعطلش عليا، انا غنود نعري على كتافي بما جيتي. غرك وعداك تعطل عليا، صيفط برا ولا صيفط فاكس نعرفك ع حي ولا. انا تسمى بتجي نود نعري على كتافي. سيرفيس سيرفيس كاميرات سيرفيس. يا وليدي يا ميلود صبر من السويه للموبل. الغالك الله الموبل ديال الوالد وخدام فيه كونسيرج. هي ولكن تيظهر خويا الهاشمي عاد ندوي دابا ماشي وقتها ماشي وقتها. اش كاين ما الحاجه جواج ولا طهاره؟ انت هو العساس الجديد وليدي؟ لا توضعتو يا قدامك قدام الرباح. يا بنتي زويده مالك يا تجوجه؟ انا زان من اللي جيت هاد الموبل كلكم غتجوجوا تطلقوا في نوبة. حتى شكون الشخصية اللي جاية سيدي؟ الشخصيات بداو كيدخلوا. هاكا وليدي ما عمرني في حياتي شفت خرقة غادة. هذا مزيان في البرودة، هذا مزيان البرودة. شدك نتفوسخ بك. وميلو تاش راسك والو شواقع والاستاذ المعطي شداته لازمه وانت شكون هذا اللي ما شاداش الازمه؟ راه بنادم عصابر يا ودي راه شداته كريز وداو للسبيطار. استاذ معدي في السبيطار؟ بيجازك بخير بغي نسولك الأستاذ المعطي فينو حتى أنا وحاسني ما في راسي ما في راسك فين مشى المريض المريض فين مشى لازم هنا هادشي كيوقع 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 راه الأستاذ المعطي هذا كيفاش هذا دابا وحاس سليمان؟ اسمح لي يا سيدي هذه غرفة الإنعاش ما تيدخل لها حد. يا وليدي مزينو بردة قولي لك واش يقول الأستاذ المعطي مالوش عنده؟ عنده أزمة قلبية. عنده أزمة قلبية. ودي علاش ديري لي التلفازة؟ علاش ديري لي التلفازة؟ هذيك لافار يا سيدي هذوك الخطوط اللي كتشوفهم ملي كيطلعوا وكينزلوا يعني المريض باقي عايش. الحمد لله. ولكن ملي كتسقاد يعني قلب المريض وقف. بغيتي تقولي هذا بلا مشى حتى تقادت لي ان شاء الله يرحمه. هي مات الله يحفظها سيدي الله يحفظها. ما عرفتيش هاد الراجل شكون هو بالنسبه لي انا؟ هاكا وليدي تقادوا لي الخطوطه مشيت انا يا ربي ما عمرها تقاد لي. بغيت انا كاع الناس تقاد لي مثلك انت وقال معطي انا بغيتهم الخطوطه يبقاو طالعين هابطين يا ربي ما تقادش تقادت. شتي المعطي كلام مكتوبي
عاجي يكون ود الحاج سليمان هكا وليدي. الحمد لله ملي ما قلتاش ما كون قلت لي مرانا ود الحاج لا سعيد لا فوزية لا السكان يرجموني. يقول لك هذا صافي هذا براك علي من مشى قافية أسن ما عطيك. يقول لي ماشي وقتها ما تدويش ماشي وقتها. وما زلت نقول لك باللي ماشي وقتها سليم ياك حنيني تقادات لك ومتي. لا حلعي ماشي أنا اللي كنت في الغرفة قلتها. قلت الراجل اللي كان كسلين وتما واش هاد الكاروسري شتي أنا عمرها ما تقاد لي حتى رد لك حقك. أتتني أتتعنز دي حميني ولا أشمي. أتعالى الراجل غادي يسافر بلا وقت. أتعالى خلي الراجل يرتاح.